بعد مراقبة دامت نحو 6 أشهر، إن السلطة الأمنية اليونانية تكتشف قرب العاصمة أثينا مخبرا سريا لصناعة مخدرات مركبة تعتقد أن وجهتها هي الشرق الأوسط لاستهلاكها من طرف مقاتلي تنظيمات مسلحة محلية. الكمية المصادرة من هذه المخدرات بلغت حسب أثينا أكثر من 500,000 قرص، واعتقل 4 أشخاص من بينهم ألبانيون وتركي ويونانيان عند تدخل قوات الأمن. العملية نفذت بالتعاون مع أجهزة الأمن الأمريكية، فيما كانت الشبكة الإجرامية تستعد لتصدير حمولتها إلى الشرق الأوسط.